سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم تخلص. يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الدكتور إيدي كوهن المرشح في الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود. كيف حالك إيدي كوهن؟ كيف حالك؟ شو أخبارك؟ أهلا وسهلا فيك علينا، الحمد لله. يعني أنت بتأمل تفوت الكنيسة إيدي؟ أنا لازم أدخل الكنيسة. ليه لازم؟ ليه؟ ليش لازم؟ أول شيء يعني أغلبية الصوت بس مش واضح الصوت. أنا سامع كبير. أغلبية النواب العرب يعني في الكنيسة يطالبون بحقوق وبيرفعوا راية فلسطين، وأغلبيتهم يحاردون ضد الدولة، وأغلبيتهم موجودين برام الله، وأغلبيتهم إيدي خلينا نركز عليك. أنت ليش أنت بدك تدخل؟ يعني أنت بدك تمثل المجتمع العربي داخل الكنيسة؟ معقول؟ نعم مش أمثل. أنا بدي أكون عنوان للعرب اللي ما عندهم عنوان بالكنيسة، مشان كل النواب بيضحكوا عليهم، بيتاجوا بقضيتهم، وأغلبيتهم مثل ما قلت بيرفعوا راية فلسطين. العرب في إسرائيل، والعرب يعني دروز، مسيحيين، شركس، أحمديين، كل الأقليات، كمان في من جيش لبنان الجنوبي سابقا، كل الأقليات لازم يكون عندها عنوان وبيت، والليكود لازم يفتح أبوابه. وحسب رأيك أنت راح تكون العنوان يعني لهي الأقليات؟ مشان ما عندهم حد، ما عندهم صوت. وكرر، أغلبية النواب العرب ما بيهمهم، 20 سنة صاروا بالكنيسة وشو عم بيعملوا؟ طيب هاي الدكتور منصور عباس، هاي الموحدة دخلت في الائتلاف ونجحوا في تجنيد مليارات الشواكل للمجتمع العربي، كيف أنت بتقول ما في ما في أعضاء كنيسة عرب؟ شو مع الدكتور أحمد الطيبي؟ شو مع السيد أيمن عودي؟ عايدة توما سليمان؟ عوفر كثيف من الجبهة؟ عوفر كثيف اللي ضرب شرطي، دكتور أحمد الطيبي هاللي مبارح أو لتمبارح حرض ضد دولة إسرائيل وحذف تغريدته، وهؤلاء يسيئون، هؤلاء اللي قلتهم كلهم حتى اليهودي منهم يسيئون للمجتمع العربي البريء من هذه الأفعال. المجتمع العربي بده يندمج، المجتمع العربي بده يكون جزء من المجتمع الإسرائيلي، وهؤلاء النواب، وأنا بقرأ عربي مثلك، أنا بشوف شو بيكتبوا بالبوستات بالفيسبوك. طيب بس دكتور إيدي، ليلا نهارا تحريض ضد الدولة الإسرائيلية. دكتور هذا الوقت دكتور يجي دكتور 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 اسمعني أنا طلع. طيب أنا حسب ما بيوصلني طبعا من لجنة الإحصاء داخل الكنيسة، مبدأ الكنيسة إنه أنشط عضو كنيسة موجود اليوم في الكنيسة اللي هو أسامة السعدي، وبعد الدكتور أحمد الطيبي. أنت كيف أنت بتقول إنه ما بيشتغلوا للمجتمع العربي؟ ثانيا إحنا ما بننسى، أنا بالصدفة وصلني تغريدي لإلك إيدي، أنت لما بتقول أنا بدي الصوت العربي وبدي ساعد المجتمع العربي ل عربي بتقرأ مزبوط؟ في تغريدي أنت حطيتها، شو قصدك فيها؟ كيف كان الجلد امبارح لأهل غزة؟ تقدر تفسر لي اياها؟ هذا لا، هذه مناظرة مع المدهون، وانا كان عندنا مناظرة، هذا ليس له علاقة بالحرب غزة والعدوان الجهادي. هاي انت التغريده حطيتها امبارح. اذا بتشوف لمين موجهة، لابراهيم المدهون اللي كان عندي مناظرة معه بروسيا اليوم، هو تطاول علي وأنا رديت عليه، وهذا هي كل الشيء. يمكن أنتم ما فهمتوا القصة. طب إحنا مشان نكون منصفين، إحنا حاول تشرح يعني إنه هاي مش موجهة للمواطنين في غزة. لا هيدي مكتوبة لإبراهيم المدهون اللي كان عندي مناظرة معه على قناة روسيا اليوم، وهو تطاول على إسرائيل وأنا رديت عليه، وهذه حرب إعلامية بينه وبينه، ما إلى علاقة لغزة. شعب غزة مسكين. طيب. الظالم هؤلاء الجهاد الإسلامي. خلينا نرجع على لا أنا العرب. أنا شغلي ثانية حابب أسألك عنها. أنت قبل فترة أنت خرجت بتصريح
اللي ما عجبش بعض القادة داخل حزب الليكود حتى، وقال إنه إيدي، قالوا على لسانهم أنا ما بقدر أذكر أسماء، قالوها أمامي إنه إيدي كوهن بيخرب على حزب الليكود في علاقاته مع الدول العربية. لما أنت قلت في إحدى القنوات أنا ما بلزمني الشعوب العربية إنها تعمل معي سلام، أنا بلزمني أولياء أموركم، يعني أنت ذميت الشعوب العربية مثل الشعب الإماراتي، الشعب البحريني، الشعب المصري. لا 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 لا. أنت هيك حكيت بالضبط، حكيت لا لا لا. وأنا قلت عليها. هذا تفسيرك يمكن. لا مش تفسيري أنا. فيه غلط ومغلوط ومغالطات. أنا بتكلم أول شيء إذا بتكلم عن شعوب، يعني عندك الشعب الجزائري نحن ما بدنا نعمل تواصل معه، ما شو حيجينا من الجزائر، هدول الجزائريين خليهم ببلادهم. نحن أنا وحزب الليكود هو اللي عمل اتفاقيات إبراهيم، والآن بعد لما تسقط حكومة يائير لابيد حيطلع نتنياهو حيصير إن شاء الله رئيس الحكومة، وسوف يتوسع الاتفاق الإبراهيمي ليشمل دول أخرى ودول خليجية أخرى. شوف الاستوري، شوف التاريخ، مين عمل السلام؟ بيجين عمل السلام، نتنياهو عمل السلام، حزب الليكود هو الحزب الوحيد الذي باستطاعته أنه يجيب السلام. طيب غير أنك بتنتقد الأعضاء الكنيسة العرب وبتقول أنهم ما بيمثلوا المجتمع العربي والمجتمع العربي ما إله باب مفتوح في الكنيسة، شو برنامجك، الأجندة تبعتك في الكنيسة شو راح تكون؟ أول شيء برنامجي هو استقطاب الأصوات العرب يعني، وعدم السماح للحركات الإخوانجية أو الجهادية أو التكفيرية أنه يدخلوا على الساحة، أو الإخوان المسلمين. بعدين الأعضاء الكنيسة العرب اللي يحرضون ضد إسرائيل لازم نوقفهم على حدهم، ومثل أيمن عودة اللي بيقول يدعي أنه لازم المواطن هل يخدم دولة إسرائيل. ايدي 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 اخرى مرة انا بعيد عليك السؤال، ركز لي على موضوع الاجندة تبعتك، التربية والتعليم، المسكن، التخطيط والبناء، شو راح يكون برنامجك في الكنيسة؟ برنامجي اول شيء هو توسيع اتفاقيات الابراهامية. بدنا نعمل هون في كم، شوف كم شخص عربي في إسرائيل، هدول لازم يكون عندهم علاقات تجارية مع دول الإمارات، دول الخليج، السياحة الخليجية لازم تجي لهون، في كتير إشي لازم يعني، وين السياح الإماراتيين والبحرينيين والمغاربة، ليش ما عم بيوصلوا لهون؟ لازم نشجع قطاع السياحة، أهم شيء. كمان هون في عندك رجال أعمال، شو لازم نعمل دكتور إيدي كوي، شو لازم نعمل؟ لا كيف بدهم يجوا وفي حرب على غزة، يعني سؤال كيف بدك تجيبهم وهو في حرب على غزة؟ أول شيء ما في حرب على غزة، وهذا خلصت الحرب، وهذا كان يعني عدوان إيراني، الإيرانيين وجهوا مباشرة أوامر للجهاد الإسلامي. كمان عندهم الخليج، بس مين بدأ الحرب؟ مين بدأ الهجوم؟ مين بدأ الهجوم؟ أنا بعتقدش الجهاد الإسلامي هم اللي أطلقوا القذائف على دولة إسرائيل. من بادر للهجوم هو دولة إسرائيل. لا نحن بس اعتقلنا المدعو بسام السعيدي بجنين، وهكذا تدحرجت الأمور، لكن هم الذين أول من أطلق الصواريخ، وهذا إرهاب. لا ايدي 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 انت خليك دقيق، بدناش احنا برضو نغلط الجمهور. من بدأ الهجوم على غزة هو دولة إسرائيل، وهذا باعتراف بيني جانس وزير الدفاع. يا حكمة، من أطلق الصواريخ يا زلمة؟ من باشر بإطلاق الصواريخ الجمعة الساعة 9 بالليل؟ لا ما تعمل مغالطات. أولا الهجوم بلش يوم الجمعة الساعة 2، لا بالليل، لا الساعة 2 هلا بلش الهجوم. طب في عنا خلينا نشوف نفحص الموضوع. والله ذاكرتك قصير بين ايدي. لا خطرت. طيب السؤال الثاني كيف خلينا نركز على السياحة الخليجية. حلو، انت بتعرف انه عند في مئات عشرات الالاف من السياح الخليجيين فيهم يجوا لهون، فيهم يشجعوا الاقتصاد الاسرائيلي، وهؤلاء السياح لازم يكونوا بحيفا وفي عسكلان وفي الناصرة
وفي بيت لحم بكل المناطق. كيف بدك تجيبهم هنا وشرطة إسرائيل بتعتقلهم في تل أبيب؟ ذاكر قبل أسبوع لما صار إطلاق نار على قهوة بتروح شرطة إسرائيل بتعتقل سواح 2 إماراتيين، كيف بدك إياهم يجوا؟ ليش بتاخذ يعني شغلة صغيرة صارت بالغلط واعتذروا منهم؟ شوف كانوا بالوقت الخطأ وبالزمن الخطأ، تم اعتقالهم بعد ساعة لما عرفوا هويتهم، اطلقوا سراحهم وتم الاعتذار لهم، ونحن بنعتذر للسلطات الإماراتية. هذا شيء مرفوض، يعني تصور لو كان يهودي مسكوه في الإمارات على شيء لم يقترفه، يعني هذا شيء يعني كتير محزن. السياحة الخليجية لازم تجي لهون، الإسرائيليين لازم يواصلوا يطلعوا على الخليج. أنا بدي يكون صوت العرب، أنا بدي يكون بديل النواب العرب هل بهمهم يوما ومساء الإرهابيين في السجون والقضية الفلسطينية وأبو مازن، هل بهمهم كل وأحمد طيب يا رجل؟ أنت ليه معلق عليها دكتور إيدي كوهن؟ أنت ليش معلق عليها إنه هم بس فلسطين؟ يعني الدكتور أحمد الطيبي 22 سنة موجود في الكنيسة، عشرات بل مئات القوانين التي مررها لصالح المجتمع العربي، الأخ أسامة السعدي نفس الشغلة، أيمن عودي نفس الشغلة، عشرات القوانين مرروها، الدكتور منصور، أنت هون بتظلمهم. أول شيء مشكورين، لازم يكون في ناس شباب عرب تانيين يحلوا مكانهم. أنا لا أريد أن أحل مكان، ما تفهمني غلط، أنا مترشح على الليكود، أنا لن أحل مكان هؤلاء الذي أنت ذكرتهم. أنا بدي يكون عنوان إضافي للمجتمع العربي، ولما بيكون يهودي صدقني أحسن، مشان بتعرف المجتمع العربي والواسطات والهيك اشي، انت بتعرف العرب والعقلية العربية، اليهودي بيكون منصف، اليهودي ما عنده الواسطات، وحان الوقت يعني انه يهودي يمثل المصالح المجتمع العربي في اسرائيل، وحان الوقت انه حزب الليكود كمان ان يستقطب هؤلاء الاقليات، وان لا يعطي فرصة للبيد يحرض ضد نتنياهو أو ضد بن غفير. شرقية اللي حابب انك تدخل السياسة ولو على حساب الآخرين. إيدي كوهن سؤالي، كيف انت بدك الليكود اليوم يستقطب أصوات العرب بما فيهم انت دكتور إيدي كوهن، وانت شخصية مثقفة وشخصية لك باع في الإعلام العربي من المحيط إلى الخليج، كيف بدك تستقطب هاي الأصوات وانتو في نفس الوقت تأتلفون مع بن غفير الذي يقول انا ضد العرب وانا ما بحب العرب وانا كذا، وهو يتزعم برضو المستوطنين؟ كيف انت بدك العربي يجي يقول لك انا معك وانت بتأتلف في نفس الوقت مع بن غفير وسموتريتش؟ اول شيء خلينا نعمل فصل، يعني انا احترم بن غفير، ولكن بن غفير لا مش بالليكود، هذا شيء تاني، انت عم تخابط كمان مرة. طب بس بدونه بتعملوش حكومة، بدونه بتعملوش حكومة، بيبي نتنياهو ليس بالليكود هذا اولا، لكن بن غفير عنده اصحاب عرب وعنده اصدقاء مسلمين، وهو صدقني هو ضد الناس اللي تهاجم دولة إسرائيل وضد النواب، هو ليس ضد المجتمع العربي، وهو قالها بنفسه، وأنا أحترم آرائه، وصدقني العرب بيحبوا بن غفير لأنه يقول الحقيقة. طيب دكتور إيدي كوهن، شعار بيبي نتنياهو في الانتخابات السابقة كان أبو يائير، ذاكر أبو يائير، السنة أبو إيش؟ السنة أبو إيش؟ شوف أنا ماني أنا أمثل نفسي فقط، أنا لا أترشح لرئاسة الجمهورية، أنا بحط نفسي تحت تصرف الأصوات العربية اللي في الليكود، يعني مش كل عربي يمكنه أن يصوت للليكود، بس أعضاء الليكود، أنا بدي يكون عنوان لهذا الصوت العربي، إذا بدهم ينتخبوني، وإذا انتخبوني سوف أؤسس هيئة لاستقطاب جميع العرب، جميع المشاكل العرب، يعني في كتير مشاكل وكان في سوء تفاهم بين الليكود في السنوات الأخيرة، وأنا بدي يكون البديل
لكن أكرر الأعضاء الكنيسة معظمهم العرب أساءوا للمجتمع العربي من أيمن عودة لأحمد طيبي وجر وكلهم. والله أنا أساءوا للمجتمع العربي، ولازم المجتمع العربي ينتخب ناس تانيين لحتى يكونوا أقل تحريضا وأكثر اندماجا. هذا رأيك دكتور إيدي كوهن، أنا بعرضك في الرأي. مش ممكن أنك تلغي تاريخ عريق مثل تاريخ الدكتور أحمد الطيبي في الكنيسة وعمله داخل البرلمان في الكنيسة. لا أنت بتحامي عن أحمد. أنا ما بحامي عن حدا، أنا مش محامي لحدا، بس ما ممكن إنك تلغي شخص آخر دكتور إيدي كوهن. أنا عم بسمع من العرب، صدقني أنا عم بسمع العرب. ولا أي بني آدم بيقدر يلغي بني آدم ثاني دكتور إيدي، ممنوع تلغي بني آدم ثاني. لا سمح الله. مشكور دكتور. الدكتور أحمد الطيبي إله تاريخه العريق. حان الوقت 20 سنة في الكنيسة، حان الوقت طيب يرجع على بيته دكتور، يترك المجال لآخرين. طيب دكتور إيدي كوهن شكرا لك، ونلتقي عن قريب إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا المحلل السياسي ومحرر موقع الحمراء السيد إيهاب حنا. كيف حالك إيهاب؟ أهلين فيك أخي حكمت. اللي توقعته قبل شهر صار، صح إيهاب؟ صحيح. ليه؟ كيف يعني، كيف أنت قرأت الصورة من قبل شهر إنه فعلا إسرائيل ناوية تشن هجوم على قطاع غزة؟ يعني هو أجا نتيجة اعتقال الشيخ بسام السعدي، أو في كان هناك في بوادر لشن هجوم إسرائيل على قطاع غزة؟ اعتقادي حكمة، يعني إذا أنت ترجع شوي صغيرة في الزمن لورا بتشوف إنه قبل كل انتخابات هناك حرب على غزة، فبطل بدها تحليل سياسي وبطل بدها خبرة أكثر من اللازم، إنما التاريخ بيقول لك إنه القيادة الإسرائيلية كل ما بدها تروح على انتخابات وتثبت أنها تفهم في الأمن وهي يعني قوية في الأمن، عليها أن تذهب إلى غزة لبعض الأيام لتقتل الكم من الأطفال هناك. يعني خلينا نقول حرب انتخابات. طبعا هي حرب جزء انتخابات من الدعاية، جزء من الدعاية الانتخابية. يعني طبعا يعني الليكود يقول أن لبيد لا يعرف بال 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 بالأمن ولا يعرف بال بال بالجيش ولم يخدم في الجيش وكل هاي الأمور. ولكن عنده وزير دفاع طبعا عريق له باع طويل طبعاً في الشؤون الأمنية. طبعاً بيني غانتس، ولكن يعني التوقيت حالياً هو توقيت يعني انتخابي بشكل واضح، وبعض الصور قد تستخدم في الانتخابات القريبة من أجل القول أن أيضاً لبيد هو يفهم في الأمن ولديه الخبرة في أيضاً ضد المنظمات أو الفصائل الفلسطينية. طيب أستاذ إيهاب، طبعاً إحنا واكبنا ثلاث أيام أو أربع أيام الهجمة العسكرية على قطاع غزة. هذا اليوم من ورائنا لأنه أعلن عن وقف إطلاق النار في الأمس القريب، ولكن ما بعد وقف إطلاق النار شو اللي بتعرفه اللي إحنا منعرفوش؟ صراحة على الصعيد الفلسطيني أعتقد أن هناك رح يكون في بعض المشاكل بين الفصائل الفلسطينية، خاصة بين الجهاد الإسلامي وبين حماس، لأن حماس لم تدخل إلى هذه الحرب وإلى المعركة لتكون مع إلى جانب الفصيل الفلسطيني المهم الجهاد الإسلامي، وهذا يعطي للجهاد الإسلامي أن يعني تقول كلمتها بأنها تمت يعني بين قوسين الخيانة للجهاد الإسلامي
وكان يجب على حماس أن تدخل إلى هذه الحرب لتدافع عن الفلسطينيين، خاصة وأنه الجهاد الإسلامي هو أحد الفصائل الهامة الموجودة في الغرفة المشتركة. هاي اللي بدي أحكي لك عنه، الغرفة المشتركة شو مصيرها؟ الغرفة المشتركة الأمنية المشتركة اللي تضم جميع فئات المقاومة في غزة. باعتقاد الغرفة المشتركة ستبقى، ولكن أنا أعتقد أن هناك سيكون مد وجزر بين حماس وبين الجهاد الإسلامي لعدم دخول حماس إلى هذه الحرب وعدم مساندة الجهاد الإسلامي. بينما إذا كنت ترى العكس أيضا، عندما كان في السابق هجوم على قيادة حماس، الجهاد الإسلامي انضم إلى الحرب بشكل فوري وأوتوماتيكي بدون التفكير. حماس في هذه الحرب اكتفت في البيانات، وهذا في البيانات ليس هناك يعني قوة عسكرية لحماس أمام إسرائيل. باعتقادي بالنسبة للغرفة العسكرية ستمر في مأزق معين، ولكن لا أعتقد أنها ستتفكك. ماذا يقول أن طبعا أنصار الجهاد الإسلامي أو قيادات الجهاد الإسلامي في غزة، ماذا تسمع منهم؟ هل يقولون أننا انتصرنا مثل أو خسرنا؟ أو شو الأقاويل اللي اليوم تتداول في أروقة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة أو خارج قطاع غزة؟ حكمة حتى الآن لا يوجد هناك أي تصريح، ولكن واضح أن الجهاد الإسلامي خسر كثيرا. أولا في القيادة العسكرية تبعته، وهون من شخصين مهمين جدا اللي اغتيلوا في هذه الحرب. ولا تنسى أيضا المقرات تبعتهم والأماكن تبعتهم اللي تضررت بشكل كبير من 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 قبل إسرائيل. يعني المقتل قياديين عسكريين وتخريب البنية التحتية في غزة، وخاصة ما يتبع الجهاد الإسلامي، باعتقادي هي خسارة واضحة. وأنا أيضا أقول لك وبشكل واضح، لم أعتقد كنت بالأمس أن الجهاد الإسلامي ستقبل بهذه السرعة نسبيا باتفاق وقف نار، مع أنني أعرف الضغوطات التي كانت على الجهاد الإسلامي من قبل الوسيط المصري والقطري. طيب، ما موقف إيران من كل هاي الهجمة؟ هل إيران زودت الجهاد الإسلامي في معدات، أو خلينا نقول حتى ولو على صعيد الكلمة، هل حثت الجهاد الإسلامي على الاستمرار في القتال؟ يعني أنت تعرف أن الجهاد الإسلامي باتصال مباشر وقوي مع إيران، وهو يعتبر أيضا الأب الروحي للجهاد الإسلامي. ولكن باعتقادي أن إيران دائما تدعم الجهاد الإسلامي، ولم تقف القضية عند هذه الحرب فقط. طيب، في الشارع في غزة، يعني شو بيعتقدوا لما فعلا قوات، خلينا نقول الدفاعات، خلينا نقول الطيران الحربي الإسرائيلي قام بانتقاء فعلا نقاط تابعة لفقط الجهاد الإسلامي، يعني كمباني أو بيوت أو مقرات؟ الشارع الغزاوي ما بقول إنه إحنا مراقبين 24 ساعة على 24؟ طبعا هذا اولا يعني حكمه، معروف ان لإسرائيل قوه مخابراتيه كبيره هناك، واذا كنت تنتبه حكمه ان الاهداف كانت جدا دقيقه ومباشره الى قياده الجهاد الاسلامي، حتى انه يعني في كل هذه الحرب مع العشرات الذين قتلوا، مع الهدم الكبير، حماس اعلنت عن قتيل واحد من صفوفها في جباليا. يعني الدقه في المخابرات الإسرائيلية باعتقادي كانت وأثبتت قوتها في قطاع غزة في هذه المرة.
طيب أستاذ إيهاب، وأنت الجولة الثانية أو الجولة القادمة حسب رأيك؟ باعتقادي يعني لن تكون هناك جولة قبيل الانتخابات القريبة الإسرائيلية، ولكن حكمة هذا يتعلق بالجانب أيضا الفلسطيني. إذا كان اكتفى بقول كلمته أو أنه ستتجدد حينما ينظرون عن قرب ماذا يحدث مع القيادة التي اعتقلت في الأيام الأخيرة من الجهاد الإسلامي. حسب رأيك إسرائيل ستفي بوعدها للمصريين بإطلاق سراح الشيخ السعدي؟ لا يمكن هذا الأمر، لا أعتقد هذا الأمر، وأعتقد أن سيحولون إلى المحكمة حتى إسرائيل تخلي مسؤوليتها الدبلوماسية وتضع القضية القانونية والقضائية في المرصاد ليتعثر هذا الوعد. طيب أستاذ إيهاب، انتقال حاد طبعا من حرب لانتخابات. أنت تعلم أنه هناك صار في انتخابات تمهيدية في التجمع وانتخابات تمهيدية في الموحدة، وهناك لا جديد تحت الشمس إلا أنه الأخ وليد هواشلي من النقب احتل المكان الثالث داخل الموحدة. نبدأ في التجمع، شو رأيك ما حدث في البرايمز في التجمع؟ باعتقادي التجمع يعني يثبت دائما الموضوع الديمقراطي في صفوفه، ولكن هذه المرة فشل في تجنيد كمية كبيرة من أعضاء المؤتمر، حيث صوت باعتقادي 30% من أعضاء المؤتمر اشتركوا في التصويت، وهذا باعتقادي مؤشر خطير في صفوف التجمع، خاصة عندما يبدأ حزب منذ أسابيع بأن يقول أنه مستعد لأن يذهب إلى الانتخابات لوحده، وفي المؤتمر العام لحزبه لا يجد أكثر من 30% ليشتركوا في التصويت. إذن باعتقادي هذا أمر خطير. حسب رأيك بس 30% من أعضاء المؤتمر اللي حضروا التصويت، ليه؟ وين الباقي؟ يعني زعلانين؟ يعني ممكن إنه التجمع فقد شرعيته عند هذول، عند 70% مثلا؟ باعتقادي أنه هناك عدم رضا من القيادة تبعت التجمع الوطني الديمقراطي، خاصة فيما يخص موضوع التوصيات التي كانت للقائمة المشتركة. وهذا ليس سرا أيضا أننا يعني سمعنا العديد من أعضاء المكتب السياسي في التجمع الوطني الديمقراطي ينتقدون أيضا خط المشتركة وخط أيضا التجمع بقيادة إنطانس شحادي وبقيادة سامي أبو شحادي. باعتقادي هو عدم رضا عن قيادة الحزب بشكل مباشر. طيب كيف تركيبة التجمع؟ أذكرها تركيبة قائمة التجمع اللي سامي أبو شحادي، الدكتور إمطانس، ومين الثالث؟ طبعا سامي أبو شحادي هو الأول وفاز بشكل بنسبة جدا كبيرة، وكان في المكان الثاني الرئيس الذي سبقه دكتور إمطانس شحادي، والمرشحة الثالثة دعاء حوش. وأنا هنا ألفت نظرك عزيزي وألفت نظر المشاهدين أنه بدأت حملة التحريض على المرشحة الثالثة في التجمع الوطني الديمقراطي، والتي ينشر لها اليوم في الإعلام العبري صور من زيارة لها لعائلة بكري في البعني، وباعتقادي سيبدأون التحريض رويدا رويدا على جميع أعضاء الكنيسة العرب وخاصة الجدد. هذا إيهاب، هذا متوقع، ولكن أين النقب من التجمع؟ وأين التجمع من النقب؟ يعني قضية اللقب تبقى قضية دائما تحت دائرة صعبة.
باعتقادي النقب غير ممثل، أيضا ممثل النقب خسر أمام المرشح الثاني الدكتور إنطانس إشحادي، وهذا باعتقادي نقص كبير سيكون أمام التجمع الوطني الديمقراطي، أنه لم يستطيع أن يحتوي شخصية نقباوية في صفوفه، مع أنه كان في السابق لديه عضو كنيسة من النقب. في المقابل احنا بنشوف في الموحدة انه اصروا انه يكون المرشح الثالث من النقب، وانتخب الأستاذ وليد هواشلي في المكان الثالث. شو ردك على هذا الانتخاب؟ اولا اسمح لي حكمة ان اقول لوليد الهواشلي الف مبروك دخوله الى قائمة الموحدة عبر قناتكم، ولكن اذا تنتبه ايضا للقائمة العربية الموحدة، الأشخاص الذين انتخبوا او جددوا الانتخاب والثقة فيهم هم اناس يؤمنون أم إيماناً 100% في نهج القائمة الموحدة. طيب. حتى المرشح النقباوي وليد الهواشلي والذي فاز على رئيس بلدية رهط ومرشح آخر. طيب. أيضاً أخي هاب إحنا مجبورين، إحنا طبعاً أنا حابب أقعد معك ثلاثة أيام مش خمس دقائق، يعني وقتنا أنت. إيهاب حنا محرر موقع الحمراء، شكراً لك، شكرا على مشاركتك. شكرا لك. شكرا. بهذا مشاهدينا الكرام ناتي لنا هذه الحلقه من برنامج تخلص، على امل لقاء بكم في الاسبوع المقبل بمشيئه الله. الى اللقاء.